أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذا المؤتمر السنوي لمرشدي ومرشدات قوافل الحج العراقية، والذي تقيمه دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث في الهيئة العليا للحج والعمرة. أما الآن مع كلمة سماحة آية الله الشيخ باقر الإيرواني دام ظله، فلنستقبله جميعا معطرا مباركا بالصلاة على محمد وآل محمد. أنا أشكر الله عز وجل، وأنتم عليكم أن تشكروا الله عز وجل أيضا. أما أنا أشكر الله عز وجل وفضلي أن أجتمع مع هذه الوجوه الطيبة المؤمنة، نعم أمين. وأما أنتم، الله عز وجل وفقكم وإن شاء الله للخير والسلامة والعافية والسهولة التامة، تذهبون إلى الديار المقدسة وتؤدون الأعمال وتلك المواقف وتحضرون في تلك المواقف الشريفة، وتساعدون الحجيج في أداء أعماله. ما أحسن ذلك النعمة. أشكر الله عز وجل أولا على هذه النعمة. أنت سالك الملحد على شكر الله عز وجل على جميع الأمور التي واجهتك، لئن شكرتم لأزيدنكم. ترى بعض الناس فلعله بعض من عندنا من صنفنا ثقافة الشكر لا يعرف أمامه ولا عليه. فالشكر لله عز وجل هذه قضية، وقضية ثانية أوصي إخواني بها: استعينوا بالله عز وجل من بداية ما ترحلون. طبيعي دائما الواحد يقول استعين بالله، لكنهم خططوا الآن قضية مهمة، تذهبون للديار المقدسة وكل واحد يحب إنجاز المهمة بشكل جيد ومرضي عند الله عز وجل وعند الإمام الحجة. فيستعين بالله، من الضروري يستعين دائما بالله والهجم حتى المنذور. اللهم أعني، اللهم خذ بيدي، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين. اي مهم يا اخي العزيز تطلب من الله، اللهم يجيبك. اما اذا ما تطلب من الله عز وجل قد تحصل عندك حينئذ بعض التعثرات، لا سمح الله. اذا هذه قضيه مهمه، وهي الشكر زائد الاستعانة بالله عز وجل. قضية ثانية من الضروري للمرشدين، طبيعي أنك على أولها أي واضحة، وعلى واضحة أن يكون كل واضحة، لكن ممكن في التذكرة أيام لا بأس بها. وأنا مرة وياك مش أحكي بالمعنى الحرفي أو بالمعنى الاسمي، وما له معنى، هذه الأمور المناسبة للحج. الأخوة الأعزاء الآن هم في طريقهم إلى التوجه للديار المقدسة، حاولوا أن تطبقوا المسائل الابتدائية. مسائل الحج ما تعرفون هي كثيرة وكثيرة، بعضها ليست مهمة. أنت لا، يقوم تميز محل الابتداء ما هي وضبطها. وإذا ضبطنا ما في دفتر صغير ما أدري ورقة شلون، على أي حال ضبطها حتى تكون ظاهرة لها وتنبه عماتك عليها الحجيج محل ابتدائهم، تنبههم على ذلك. هذه قضية أخرى، تنبهون الحجيج على بعض القضايا التي قد يبتلون بها، تحذرونهم أو حسب الموقف.
ما بلاش انا هيك مثال بقول لك اذا هم مخطئ انا في المثال اما انت مثال ثاني كل شيء غير هذا المثال الحاج لما يطوف حول الكعبه يشوف بعض الناس يروحون الى جدار الكعبه والى الحجر الاسعد او الاسود يقبلونه ما في هذا مشكله ما اريد ان اقول ان هذا يقل به من الضلال لكن هذا يكون يرجع من المكان الذي طاف فيه ولصق زياده ولصق ايوه تضبط هذه فمن اول يقول للحج ان احسن اليك يتكمل طوافه كله وبعد ذلك لما انتهيت وصليت مع ركعتين وصلاه ركعتين مجددا مو يجيب ما بينهما فاصل تكون ثمات الموالاه الاحتيالات الممكنه البسيطه ما احسن ينبه واحد عليه الحجيج كي يحتاط ويتوب بها شيء جيد مثل هذه البيئه قضية ينبه عليها مثلا قضية ثانية لما نطوف خاف واحد يصيح لك من وراك أو أنت تريد تشوف صاحبك من وراك شو تسوي تدير وجهك؟ تدير وجهك وتمشي تدير وجهك وتوقف ما في إن شاء الله مشكلة لكن لو واحد تدعو أثناء الطواف ما تدخل يدير وجهه ويمنع روح الاشكال انا وانت وجهك هو ما لا يصير الا داخله كما هو واضح فترشد الحاج انه يا احسابي يا احبتي هذه قضيه تلك القضيه التفتوا لها وتريد منك قضيه من هذا القبيل قضيه اخرى ايضا يجب على الالتفات اليها بعد ما اكملنا العمر مثلا ان شاء الله تعالى امرنا على شجاج وعمليه التزيين ما عند الطريق شيء اتعب احلام اربعهم لعله في عمرتهم شيء من الخلل واذا دخلت الحاجه بالتدارك حينئذ يصير اما صاحبك او غيره يعني من البداية أخويا نشوف شنو عملك وإن شاء الله ما في هذا الشيء اللي يجب شلون فتريد في شك بالنسبة لهم والذي تعرفهم على أنهم يطلبون هذه القضايا مشكلة من ناحيتهم ما موجود أما بعض الناس خصوصا اللي جاي مرة أولى اللي جاي مرة أولى أشوف عملك إن شاء الله ما لي خلق وحتى لا تحاول على ان تطلع باعمال معيوب وهذا مو زين لتصير تامات ولكن اكثر من الحاجه المطلوبه هذا ما ليس بصحيح وطبيعي انت في اثناء العمل اقول يا واحد قد قام فحافظ من هذه الناحيه اذا بلاجل التاكد هذا الشيء جيد قضيه اخرى ينبغي عدم تخويف الحجيج لأنه أحيانا قد واقع المرشدين يحتمل بعض الآخر إذا يشتم ويطعم لك راح يفضل ويوقع إلى آخر الآن راح يرتدي ويتخوف حينئذ وهو هذا التخوف يخليه مفضل طيلة هذه الفترة ولعله عمل أما يحصل في غير نتيجة هذا الضرر فانت حاول عن طريقك قل له اول شيء لب لله عز وجل واستعن به ان يسهل لك الاعمال هذه نقطه مهمه اذا لدت بالله عز وجل وطلبت منه ذلك وتؤدي بها ما تريد الله عز وجل يعينك واعمالك تتم الخير وما بحاجة إلى أن يضطرب أحد من هذه الناحية ما دام استعان بالله عز وجل
وطبق الارشادات. هذه همات قضيه مهمه. لا يضطرب الحجيج، اضطراب الحجيج قد يؤثر عليهم تاثيرات مختلفه. قضيه اخرى انبه عليها، من الجدير بل من اللازم للاخوه الاعزاء، تهيئه محاضرات اخلاقيه. انا ما ادري لو تكون هناك محاضرات اخلاقيه في بعض الايام، صبوح عصر ما ادري. هذه فتره جيده انت تجرب هذا المجتمع دائما، واذا تجربينهم هذا التوجه الذي موجود في فتره موجود في فتره الحاجه، فتحصل اليه في الفترات الاخرى. فانت حاول، وانت هنا نفترض ونعتبر ان نرتب لك محاضرات، ومحاضراتك الشخصيه تسويها للمين؟ لا لا ابدا ابدا ابدا، محاضراتك فلتكن أخلاقية تنفع الحجاج في سلوكهم، في أخلاقهم، في سيرهم. القضية وايد مهمة يا أخي العزيز، وننبههم بالموت. أنت إذا رجعت واستغفرت الله عز وجل ترجع ليوم ولدتك أمك طاهرة من الذنوب، وهذا الصحيفة يشبعيا أنا فيها خطوط سوداء إلى آخره. أنت أعرف بما هو المناسب، غرض أن تكون المحاضرة أخلاقية ومربية، لا تتجاوز هذه الحدود في المجالات المختلفة النافعة للأخوة الأعزاء، للحجيج وللحاجات أيضا. ومن جملة القضايا أهمات اللي نبه لها، لو أنا جيت ذلك موجودا في السنوات السابقة ما ذلك ترى ما حملة أمبولية، حملة أمبولية. أنا أبلغهم على هذه القضية الابتلائية. طب الآن قضية احنا مبتلين بها، ما أدري عن قبل مشكلة، إن شاء الله أنا مشكلة. غزينا ونحن في عقر دارنا، من الخارج غزينا، لكن مو بس وتحول ولا أسود، لا لا بس وتحول على وأسعد في ثقافتنا وفي آدابنا وفي سلوكنا. أنا قصدي هذا وأمثاله في محاضراتك بشكل آخر، يعني يكون بشكل مؤدب جيد بعيد، لتفتح المشاعر. أسلوبك لابد أن يكون أسلوب جذاب، لا أسلوب منفر. وأنت أعرف إن شاء الله بهذه القضية. وأيضا ملفت نظر الأخوة الأعزاء إلى أنه في كتاب الوسائل، في كتاب الحج موجودة أبواب تتناسب ويا الحج، أو أحاديث لطيفة لطيفة جيدة. يا أخوتي اطلعوا عليها، لاحظوها. اللي يشوفه جيد اللي انحتمه وجيت نقلة علم للحجيج، تسجل حتى تمرجين هذه الحجيج. مراجعة تلك الأبواب في الوسائل شيء جيد، لا يفوتنك ذلك. قضية أخرى، سيرتك مع الحجاج، خلي تصير سيرة مع الشلول أخماخ، مو من مكان عادي، أنا فلان، لا 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 لا، لا
الحجم هتخليهم يقولوا اخوتك ابتسام في هذه لا تفارق وجهك المبارك اخلاقك الجميله الساحره تجذبهم كل هذا اما لله عز وجل وللامام الفرج صلوات الله وسلامه عليه حتى تخليهم هم يجون يسالون المسائل اذا عندهم مشكله هم يجوك وكن عفيفا من كل الجهات الله يغنينا الامام الحج صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يغنينا احنا ويا الحجيج اخوه ومحبه مع العفه الكامله وخلي سلوكك ياثر بهم حينما يرجعون يشتاقون الى رؤيتك هذه جدا قضيه مهمه وما ادري قلت او ما قلت الان اقول مره ثانيه او ثالثه الاخوه الحجيج خليهم دائما يستعينون بالله عز وجل خليهم لا يخافون ولا يتوضؤوا من الله لكني يا رب لا أعني في حركاتي وسكناتي أتمم حجي بالخير والعافية أطلبوا من الله عز وجل ييسر لكم جميع أموركم وأعمال حجكم هذا راح يخليهم مهم وواقعا بذلك الله يبشر أيضا لماذا لا يبشر؟ هذه قضية مهمة في هذا المجال هذه أخرى أقول إذا تجد ختم القرآن ختمة القرآن جيبه عن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وأحسن أقول لك هذا عن أم الحج صلوات الله وسلامه عليها من هذا القبيل خلى عملك بهذا الشكل حتى إذا ارتبطت بفاطمة الزهراء إن شاء الله ذاك اليوم ذاك اليوم الحسين يوم القيامة توقفت إن شاء الله على الصراط لكن أقول لنفسي هذه قضية تبعث المعلومات الحجيج بها يصير التفاعل بيننا وبين أهل البيت وقراءة القرآن حينئذ راح تصير خفيفة على قلبي ليست ثقيلة أحبها لأنه طرف طرف مهم أعمالكم الأخرى أهمات المستحبة حاولوا أن تكون كذلك وشيء أخير أقوله لا ينبغي الغفلة عن الدعاء أولا لمولانا وولي نعمتنا صلوات الله وسلامه عليه الدعاء بالسلام والحفظ من البلاء يقول هو غني من الله يحب شنو الله غني الله يحب صحيح الله يحب لكن مطلوب احنا منا ان ندعو له صلوات الله عليه بتعجيل الفرج هذا اكثر منه في تلك نبه الحجيج لي نبه الحجيج عليه وبعد دعاء لأهلك وعيالك زوجك وأطفالك ترى وسائل الانحراف كما قلت إخواني وأعزتي في هذا الزمان كثيرة 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 لا تنسوا هذه القضية أسأل الله تبارك وتعالى أن تذهبوا بخير وتؤدوا أعمالكم مع السهولة التامة وبالخير والعافية
وترجعوا بالخير والعافية وما تنسون من صالح دعواتكم. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، وسهل عليهم جميع أعمالهم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، أما الآن مع كلمة الهيئة العليا للحج والعمرة، يلقيها على مسامعكم رئيس الهيئة سماحة الشيخ ودي. استقبلوه مكللا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار. اللهم فأجرنا من النار. أصحاب الفضيلة والسماحة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي السرور أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة من الأساتذة والفضلاء، الأخوة الأعزاء الذين كرمهم الله جل وعلا في خدمة التبليغ والإرشاد. ولعله أنا أختصر ببعض الجوانب قد تنفعنا، وإن كان سماحة جناب الأستاذ الشيخ العرواني قد أثرى الجانب الأول اللي هو الجانب المعنوي لجميع المرشدين بما يتطلب منهم في خدمة الحجاج الكرام. واقعاً العمل في الحج هو عمل تشريف وتكليف أكثر مما هو نعتبره عمل في مياديننا الاعتيادية اليومية. يتشرف الإنسان أن يكون في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وهم أيضاً كما يعبرون هم ضيوف الرحمن. الأخوة الأعزاء، الجانب المعنوي كبير مهم الذي نستعين به على الجانب المادي للحجاج، لأنه لقاءنا في الناس في الحجاج هو ليس اليوم من واحد. تعرفون الرحلة قد تطول شهر كامل أو أقل بقليل في ليلها ويومها وتعبها وحرها. أنت ترافق ما يقارب 45 حاج في المسكن، في المطعم، في الشارع، في الطواف، في السعي، في المبيت، في أيام التشريق، في كل شيء ترافق الحاج على مدار 24 ساعة في اليوم. وهذا يحتاج منا أخواني صبر. أول مفردة يحتاجها المبلغ والمرشد على حد سواء والمرشدة من أخواتنا الأعزاء هي الصبر. إذا علمنا الناس الحجيج الكرام على مفردة الصبر، كثير من العقبات سوف تذلل أمام الأخوة في القافلة. طبعاً من تسألني أنا 3 سنوات كنت مرشد ديني، شفت الحجاج ينصهرون بكلمة المرشد أكثر من المتعهد، لأن إحنا الحملة شنو عدنا بها أخواني؟ عدنا بها سائق إذا كان برا، وعدنا متعهد، وعندنا مرشد ديني. الحجاج يباعون على المرشد ديني، هو قائد، هو متعهد، هو إداري، هو يعطي الأكل، هو يطوفه، هو كل شيء المرشد الديني، وتأثيره على القافلة أكثر من التأثير المتعهد. أنا بدي أحكي بلغة يعني الواقع والميدان، لأن جناب الأستاذ الشيخ الأرواني حفظه الله أثر هذا الجانب المعنوي النفسي الطيب. لكن خلينا نتكلم إدارياً أخواني، عملياً الحاج ينصهر ويسمع من المرشد أكثر مما يسمع المتعهد. ونحن قد بلغنا أنه لابد أن يكون انسجام ما بين المرشد والمتعهد. إذا كان هنالك تقاطع ينعكس
على القافلة ينعكس على أداء الحج. وشفت سنة من السنوات أحد القوافل القريبة مني في نفس السكن تقريبا سنة 2006 كنت مرشد، شفت القافلة انهارت بسبب الخلاف ما بين المرشد والمتعهد، تداخل بالصلاحيات، تداخل هذا يعبر على ساحة هذا وهذا يعبر على الساحة الإدارية وهذا يعبر حتى يريد يعلم القافلة على الطواف والسعي، المرشد يريد يخلص، عفوا المتعهد يريد يخلص شغله بعجالة. فعندما يحدث التقاطع ما بين المتعهد والمرشد تنعكس على القافلة. ولذلك احنا بينا الإخوان وعطينا بعض الإرشادات أو الأوامر أنه تكون المرشد والمتعهد وأحدهما يختار الآخر حتى تصير ألفة من البداية، ألفة من البداية. النقطة اللي أحببت إخواني أن أنوه عنها، احنا في موسم، هذا الموسم بعد انقطاع، موسم بعد انقطاع، طبعا صحيح على تعبير لغة أهل الفقه في مرات يجتمع الاستحباب الزماني والاستحباب المكاني، يعني هم مكان مبارك كعرفة ومنى والمشاعر المقدسة ومكة المكرمة، والاستحباب الزماني الذي هو الأيام نسميها الموسوية، الأيام العشرة من ذي الحجة المباركة، أيام عرفة، أيام التشريق، أيام العيد. في هذا الموسم بعد الانقطاع إخواني هنالك تعليمات كبيرة وكثيرة ومملة من الجهات المنظمة، فيحتاج إخواني أن نفهم هذه التعقيدات، يعني المسارات، التفويج وغيرها، يحتاج من الآن كل مرشد يعني يتصل بمدير المكتب، يعني سواء كان مرشد من أهالي ذي قار أو من أهالي البصرة أو بغداد، أكو تعليمات إخواني. طبعاً حاول الوفد اللي أرسلناه إلى مكة والمدينة يحصلون بعض التعليمات، حصلنا عليها وبعضها منعت السنة، مثل السيارات الكشفة، سيارات الكشفة منعوها السلطات. حاولنا في كل يعني 5 أيام الوفد يتوافض ويتفاوض على وجود سيارات كشفة في مكة مانعينها نقابة السعودية. وأنا أتذكر آخر وفد رجع إلى البلد، يعني الأتراك والإيرانيين والأخوة في البعثات يعني رجعوا من وقت مبكر إلا الوفد العراقي، كنا ننتظر موافقة على أن نحصل سيارات كشفة لكن ما حصلنا بصراحة. حتى أنا اتصلت بهم وقلت حتى لو تزداد الكلفة ما عندي مشكلة. وعلى ذكر الكلفة إخواني، يعني بصراحة الرقم الذي ذكر للناس هو رقم غير حقيقي، 4200 أو 3450 هو الرقم أعلى بكثير، لأن السنة فرضت علينا بعض الخدمات في المشاعر جديدة، إضافة مترجمين وإضافة مرشدين وإضافة تنظيف شوارع فرعية وداخلية ومطبوعات، يعني كلها نسميها بالحزم، تشتري حزمة على تصدر لك فيزا، فما يقارب 1900 إلى 2000 دولار كلفة إضافية على الحاج بال2000 دولار. وطبعا كل اللي سمعته بالأسعار لدول العالم، مصر والسودان والمغرب وتونس، كلها أسعار عالية بصراحة، لكن الفرق احنا جبنا أرباح من العمرة ومن الشركات اللي تشتغل ضمن الهيئة ودعمنا الكلفة، لأن في هكذا ظرف الحاج ما يستطيع يتحمل هذه الكلفة العالية. ولكن لم نحصل على السيارات الكشفة، هذا أيضا يكون المرشد ينظم حاله بها. طبعا حصلنا على 10 سيارات أتذكر احنا رجعناها، 10 سيارات، يعني بعضهم قال تكون للبعثة، مقر البعثة، قلت مو مناسب مقر البعثة يصعد بسيارات كشفة والحاج الاعتيادي ما يصعد بسيارات كشفة، لو الكل يصعد سيارات كشفة لو يحرم منها الجميع. ما حصلناها بصراحة. مسارات عرفة سنة تفويج، يعني قبل كانت الأمور أقل صعوبة، سنة لا، بسبب إجراءات كورونا طبعا انطوا كل واحد بالقياس 1.60 متر في عرفة، في يعني حاسبينها بالمتر في عرفة وفي منى، كل شخص كل حاج شقد له في منى، شقد المساحة اللي يشغلها،
وقياسات ويعني موجودة هم يعني ما أريد أدوقكم بها، لكن ممكن أنت على نحو الثقافة تقرأها يعني لا بأس، لأنه مرات الفقيه إذا ما يقدر ينطي لحكم إذا ما يحدد ويشخص الموضوع، تشخيص الموضوعات أنت هم أيضا يصير عندك تصور، يعني هناك بصراحة يحتاج لك تشخص الحالة، الحالة الإدارية. إحنا مرات الفقه يتوسع مثل مفهوم الاستطاعة، مفهوم الاستطاعة قبل مثلا 600 سنة مثل مفهوم الاستطاعة الآن، أنا أسألكم بالله يختلف لو ما يختلف؟ الآن كانت الاستطاعة بدنية، الاستطاعة مالية، الاستطاعة أمنية، الآن الفيزا دخلت من ضمن الاستطاعة، يجوز عندك قدرة مالية وعندك قدرة بدنية وعندك قدرة أمنية لكن ما عندك قدرة تجيب الفيزا، إذا دخلت مفهوم الاستطاعة لو ما دخلت. كثير من الأشياء تتوسع بتوسع الحالات الاجتماعية وغيرها أو تطور الحياة، فعندما تحصل على التعليمات الإدارية من دائرة الإرشاد الموقرة ومن مدير مكتب المحافظة أنه التعليمات وغيرها، وأتمنى أخواني كما هي عادتكم أنه اللقاء بالحجاج مبكراً، اللقاء بالحجاج مبكرا يعني من الان خلي يصير لك محاضرات، طبعا محاضرات طبيه، يعني ان كنت في اجتماع مع وزاره الحج السعوديه يتوقعون اكو ضربه شمس، يعني هم الاطباء مالتهم يحددون بسبب الحراره المرتفعه، يعني الان 55 درجه حراره في مكه، اليوم طلعتها 55 قد تصل الى اكثر بعد ايام، وهذا يحتاج ايضا مو بس نرشد، انا افرح من اشوف بعض المرشدين سنه 19 ابا على مرشد، هو مرشد ديني، هو قارئ دعاء، هو قارئ قران، هو يصلي جماعه، هو يشيل حقائب لابائه ولامهاته، منظر كل الجميل اشوفه بالمطار ينقل جنط مار الكبار السن ايثارا منه وتعبا منه، وايد لطيف بصراحه هذا المعنى على تعبير سماحه الشيخ، نكون اخ لهم، وبالمناسبة رفيق الحج، رحلة الحج وصديق الحج لا ينسى أبدا، قد مرات تشوف لك واحد في بلد من البلدان وتروح وياه في سفرة معينة، سفرة علمية، سفرة يعني شهر شهرين سنة قد يصير تواصل، إلا رفيق الحج يستمر وياك دائما، يقول هذا رجل الدين كان معانا وكان في خدمتنا وصلى بينا جماعة وانطانا محاضرات وغيرها، والحاج اللي يجي وياك هو مو كل سنة هو طالع وياك، هذا أول سنة بصراحة، وأغلبهم يعني بعضهم أو أكثرهم ما مسافر أصلاً في طائرة ولا مسافر إلى بلد آخر، فيحتاج مو أيضاً مثل ما أوضح جناب الأستاذ الإيرواني الله يحفظه أنه مو فقط التعاليم الحج بما هو حج، وإنما حتى لوازم الحج اللي هي الغسل والوضوء والصلاة و قصار الصور ايضا يكون معلم، مفهوم الصبر الحج بصراحه ما عنده صبر ما يقدر يواكب، ما عنده صبر على يعني الضغط النفسي ببقاء مثلا يوم كامل في عرفه، يبقى له نص يوم في مزدلفه، هذا المشي المستمر بالمشاعر الى في يوم التشريق في اليوم الأول من العيد ورمي الجمرات والهدي ثم الحلق أو التقصير، هذا يربك ويتعب الحاج، وبعدين أنت ورا الظهر طلع إلى المبيت الأول وهو ما يعرف شنو القصة مثلا الحاج، إنه يقول لك تعبنا خلينا نرتاح، ما يعرف إنه هو هذا مو صلاة وتعيدها، الحاج ما يمكن معادته مثلا من يوم قابل أو ثالث، لا مرات بعض الفقهاء يقول ينقلب من حج إلى شنو؟ إلى عمره، ومرات الاجتهادات أو المخاطرة، أنا أشوف كل سنة تجيك فد حيلة جديدة بعض الناس إنه يروح للسكنة فد أكثر مدة أطول ويوقتها قبل نص ساعة يطلعهم إلى مزدلفة، إذا تتذكر أكو بعض الناس يجون من عرفة يرجعون للفندق ويخليها قبل نص ساعة ينام لفد ساعتين ثلاثة، طبعاً هسه ما أعرف شنو الحكم الشرعي، من تسبب بإفساد حجة شنو حكمه؟ من تسبب في إفساد حجة مرة لا يحجر عليه، هذا ممكن هذا خارج إرادته، بس الذي تسبب في إفساد حجة شلون هو يفسده؟ يعني يروح متعمدا ينام بالفندق ويوقتها نص ساعة يلا يطلع، كل سنة ياخذ يقرط له ساعة من الأعمار، ومرات بهم أشوفهم يركضون بالشارع، يعني أنا على حدود مزدلفة أباوع على فد حملة كاملة رجال كبار
يعني نساء كبار ويرغبون يريدوا يوصلون بس الحد هذا، الحد على مود ما تطلع عليهم او الفجر، لان تعرفون هو من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هاي الدقه، لكن واحد يحتاط تكون قبلها بساعتين بثلاثه، هاي مجازفه اخواني. ومرات اكو عندنا اركان وواجبات، اكو افعال بالحاج ممكن التدارك، اقول واكو اشياء ما ممكن التدارك. هسه على قضيتك سهله، بس هاي ال 45 حاج شلون مشكلتهم؟ كلهم في رقبتك، فيحتاج هم الاحتياط بالعمل، لا يجازف واحد في عمل الاخرين. مو عيب يسأل، الحاج هو مو مساله يوميه ابتلائيه. مرات بعض الطلبه يجون يقولوا لي لو مراجع يمتحنون بهاي اسئلتكم هم يقدرون يمشون بها. طبعا هو لان الحاج مو مساله يوميه انا ابتلى بها مثل الشكوك وغيرها، بالسنه مره تجيني ابتلاء، او بعض الناس يبتلون بها بالعمر مره. فيحتاج من اخواني انه واحد مثلا مو عيب يراجع، مو عيب يكون دقيق بالاجابه. بعض الاحيان ما عندك اجابه لحاله ما اتصل، جزاهم الله خير بعض عندنا من يرافقونا بالحج اساتذه وفضلاء من الحوزه، اخوان في اللجنه العلميه وغيرهم، ممكن واحد يسلم ومتاحين بالاتصال، واحد يتصل بهم او مكاتب المراجع بسبب بركه حداثه التواصل يقدر يسلم. العيب مو انه يخطا، بس العيب ان يصر على خطا ويمشي الناس على الخطا، ممكن يسال من هو اعلم منها او يراجع. ولذلك اخواني انا اتمنى ان شاء الله بعد هذا الانقطاع نسال الله ان يرزقني واياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام ان شاء الله. اتمنى لكم رحله ميمونه وحجا مبرور وسعيا مشكور وذنبا مغفور، واتمنى لكم خدمه تليق باصحابي واتباع الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر سماحة الشيخ سامي المسعودي على هذه الكلمة المباركة. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، والشوق أقلقني وصوت الحادي، فإذا بلغتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي. نعم أيها الأحبة، أما الآن مع كلمة الإرشاد يلقيها على مسامعكم العالم الجليل الأستاذ في الحوزة العلمية المباركة سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد علي بحر العلوم دام عزه، نستقبله جميعا مكللا معطرا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. روي عن زرارة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: جعلني الله فداك، أسألك في الحج منذ 40 عاما فتفتيني. فقال يا زرارة: بيت يحج إليه قبل آدم ب2000 عام تريد أن تفنى مسائله في 40 عاما. اليوم ونحن نلتقي على بركة الله وفي رحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه استعداداً لهذا الموسم العبادي العظيم، استعداداً لأن نكون في خدمة حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم. حرصنا على أن يتوافر في كل مرشد الحج الصفات اللازمة والخصائص الأخلاقية والاجتماعية والمعنوية، وعلى رأسها الاستعداد والأهلية العلمية التي يحتاجها المرشد في عمله الدؤوب مع حجاج بيت الله الحرام. هذه الخصوصية
التي جعلنا لها المقام الأول في اختيار المرشدين وفي المفاضلة بين المرشدين، إنما هي من أجل سلامة الحج وسلامة أعمالهم، ومن أجل أن يكون كل فرد وكل شخص يذهب إلى الحج يكون مطمئناً بأن يأتي بهذه الأعمال وتكون مبرئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك ما شهدناه من بعض المشاكل أو من بعض الأمور التي حدثت في أيامنا الماضية وفي الأشهر الماضية لم تكن إلا حرصنا أن تكون الأهلية والاستعداد العلمي هو الأمر الأول الذي نعني به بعملية الإرشاد وفي مرحلة الإرشاد الديني. اليوم الإرشاد بالإضافة إلى هذه الخصوصيات هناك نقطة مهمة وهو الميدان العملي والميدان والجهد الذي يبذله المرشد والمرشدة في أعمالهم. لذلك المتابعة التي تقوم بها دائرة الإرشاد، المتابعة العملية والتقييم العملي الذي يجب أن يكون بمهنية وحرص من أجل تقويم الأداء ومن أجل العثور ومعرفة المشاكل ومعرفة الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح وتحتاج إلى تقويم، وبهذا نشهد دوماً تطوراً في العمل الإرشادي وتطوراً في الإرشاد الديني. وقد بعض الأحيان تستدعي بعض الملاحظات إلى إجراء بحوث وإلى إيصال هذه المشاكل إلى المنتديات العلمية وللحوزة العلمية لكي يقوموا بإيجاد حلول لها. اليوم الإرشاد يحتل أهمية في قلوب الحجاج وفي قلوب الناس جميعا. لذلك عندما عنونوا شعار الإرشاد بسملة الحج، والبسملة هي الافتتاح، والبسملة هي البركة، والبسملة هي التوفيق، وكل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وحج من دون إرشاد صحيح، من دون إرشاد قويم، من دون إرشاد يسير بهم إلى تحقيق مرضاة الله فإنه لن يكون تاما. اليوم الإرشاد يتمتع بأهمية لما يحتله رجل الدين ولما للحوزة العلمية من موقعية في قلوب الناس وفي وجدانهم. هذه الموقعية وهذه الأهمية تلقي مسؤولية على عاتق إخواننا وعلى عاتقنا جميعا. هذه المسؤولية والأهمية تجعلنا حريصين على أن نقوم بالدور المطلوب منا. وإذا كان سماحة شيخنا الأستاذ قد أفاض في ما يحتاجه المرشد في الارتفاع بالحجاج معنوياً ونفسياً، وتفضل الأخ العزيز الشيخ المسعودي على ما يحتاجه من تقويم إداري الحاج في عمله المرشد في عمله مع الحجاج، فهناك وظيفة ثالثة. هذه الوظيفة الثالثة في المظهر الخارجي أمام جميع حجاج بيت الله الحرام غير العراقيين. اليوم الذي يمثل الحوزة، الذي يمثل الصورة الدينية، الذي يمثل المرجعية، والذي يمثل الشيعة هو رجل الدين والمرشد الديني الذي يكون هو الممثل الرسمي لنا ولحوزتنا ولمرجعيتنا أمام جميع حجاج بيت الله الحرام. لذلك الصورة التي نريد أو تريدون أن تعطوها هي التي سوف تظهر. أي صورة تريدون أن تبدوها؟ صورة ما عليه وما يجب عليه أن يكون الإنسان المسلم الشيعي الحوزوي الذي هي صورة كل خير وصورة كل أمر جيد وحسن، أم هي صور أخرى؟ بالتأكيد هذه مسؤولية في كيفية التعامل مع حجاج بيت الله الحرام سواء كانوا من غير العراقيين أو مع مديري الحج الذين يقومون الحج من المملكة وغيرهم. هذه كلها تعتمد ما هو تصميمكم ومدى شعوركم بالمسؤولية اتجاه ذلك. يحضرني ما ورد عن الإمام العسكري سلام الله عليه: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه
وأدى الأمانة وحسن خلقه بين الناس أو حسن خلقه بين الناس، قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. أن نريد أن ندخل السرور على مولانا الإمام العسكري سلام الله عليه، أن نريد أن نكون ممن يدخل السرور على مولانا جعفر بن محمد الصادق عندما يقال هذا جعفري أم لا، كونوا زينا ولا تكونوا شينا. هذه المهمة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا في تمثيل حوزتنا، مرجعيتنا، وطننا، في مبادئنا التي نعيش من أجلها، في بثل ومبادئ أئمتنا سلام الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يدخل السرور على أئمتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون زيدا لهم. في نهاية المطاف أستذكر إخواننا الأعزاء الذين كنا بخدمتهم في مواسم الحج السابقة، والذين نالهم الموت في حادث وفي وباء كورونا في هذه السنتين الماضيتين، الذي أرجو أن نختم هذه الكلمة بأن نقرأ الفاتحة لهم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.